هل من حق أم الزوجة تأخذ نسخة مفتاح شقة ابنها؟ لا تدخل البيت، يعني عفوا، لا تدخل غرفة نوم ابن زوجة ابنها إلا بإذن زوجة الابن. يعني هذا من الأمور التي تجلب الفساد في كثير من الأسر، تجلب الفساد وتجلب المشاكل. يأتي أبو الزوجة، عفوا أبو الزوج، بعد أن يتزوج ابنه يقول له أريد مفتاح الشقة، ويدخل في الوقت الذي يريده على زوجة ابنه، قد تكون عريانة، قد تكون مشغولة، قد تكون ظروفها لا تسمح. فمثل هذا ينبغي أن يتحفظ فيه. إذا كان وجود مفتاح لكن لا تخل بالنظام العام، أم الزوج تأخذ مفتاح تقول له أنت ابني يأخذ مفتاح الشق، وتدخل تفتش على ملابس البنت وتطلع على عورات البنت. لا في غرفة مثلا للضيوف ممكن تأخذ غرفة مفتاح الضيوف، يعني حيث وجدت الفتنة تمنع أسبابها. لكن ممكن مثلا بالتفاهم لا بأس، خذي يا أمي مفتاح المطبخ اطبخي مثلا، في حدود أيضا لا تحدث مشاكل، لا تحدث مشاكل، لأن الزوجة لها بيتها الخاص، ضاق أو اتسع، ضاق أو اتسع. وقد لا تحب الزوجة أن تراها امرأة أخرى على حالة لا تحب أن تراها. إذا كان مثلا بالاستنباط، يعني ابن مسعود سئل، قال له رجل أدخل على أمي؟ أستأذن على أمي؟ قال ما على كل أحوالها تحب أن تراها. وسئل ابن عباس أختان لي يا ابن عباس أمونهما وأقوم عليهما، هل أستأذن عليهما؟ قال أستأذن عليهما، تحب أن تراهما عريانتين؟ نعم.